قلت انها خطيره. كان يعني. سكت زي انك يا رب يا كريم يا الله. يقول حر وابي حرام. اعطيكم نكته يا عيال، خلني اقول قصيدتي اول شيء. طيب يقول حر و يقول حرر حرر كيف يحرر كيف يحرر يقول حر وابي احرار تنجب لي احرار من الحرار اللي دول كل عله ما نيب ماخذ من قصيرين الاشبار لو ان بنته تملك الزين كله الله اشهد اي والله طير ما نيب ماخذ من قصيرين الاشبار لو ان بنته تملك الزين كله ها خلاص هبنا نقرا حتى اي خلينا نقرا قول ضار كل واحد مع كتاب ابو مسفر ما قصر اعطى كل واحد منكم هديه ذمتك كتابك ايش حق حمود حمود محمود حق ما ابو حمود ايوه لف الغلاف من برا افتح الغلاف اي طريق استعباد ذات ترى نقدر نسويه نعرف إيه؟ نفهم عشان كذا تحط إيه؟ قاعد تسوي شيء ترى افتح الصفحه الاولى صح صفحه الصفحه الاولى ايوه كره اسم ما يحتاج تلف علينا دائما دام محمد شران خلاص اذا نظامك كذا خلاص تكلم سوي حركات سمعت النكته يا ابو محمد اعطيك النكته يقول ليها داو يقول النكته لا لا خلاص الله اخرج بعطيك والله ابي عشان مداومين الحين يلا داوم يقول ليها داوم واتعب النفس الشقيه شقيه دامني داري بان العمر فاني فاني انت كتبت قصيده محمد لا بس اني يعني ترى عندي لك خبره صدقت ليه داوم متعب النفس الشقية دامني داري بأن العمر فاني لا تفكر في الحياة الدنيوية أنت ميت لو يطول بك الزماني الزماني لا تستبعد إيه أسلم أسلم كملها لا تستبعد لا تستبعد إن بعض هل أخواني أخواني يلفون عليك جميع لفاني لأنك اسمع لا تستغرب ان جميع الاخوان يلفون عليك جميع الاضواء ولا احد صوبك ويمك وينهاني والله انا حركات معروفه ما والله داعي. ينعاني ينعاني الله الله صدق بس كمل والله ذكي لا يعرف كيف يقول ايه قح لي لهم اسمع هذه لك ما يدري هذه لك ابو أبو محمد هذه اللي هذه اللي فيها مقصد يعني لك نور التريلات السلام يقول ما اشتقت لي ما حن قلبك ما سأل ولا طرالك ترجع زعلان طيب والله أنا قاعد أشفرها قد ما أقدر زعلان طيب المتى قول لي متى قلبك يلين أنا تعبت من الحنين ولا بقى فيني صبر بالله ما ودك تجي لا ما ودك تجي لا تحاول تجي تحاول ما هي بس ترى ذي قصيدة ترى ايش قاعدة تحاول ايش؟ لا اني اجيك هذا الرد الرد اسمع القصيدة اسمع بيقول لك الحين بيقول قصيدة يقول ادري انك مشتاق وادري ان الشوق وصل حده حده الله لكن الكبر ما حد يقدر عودة الله من الكبر حطه تحت المخدة حطه تحت المخدة الله ما لا, حد. لا لا اصبر يقول ماني بجاي ولا تشتاق لي ابد ابد ماني بجاي ولا تشتاق لي قاعد تكلم جوال انت يعني وش قاعد تسوي قاعد تكلم ماني مشتاق ايش في في الصاله في المقلط يوم الاحد هاوس لا ايه اوكي ليه ايش طلعت اسانسير في الكلمات وقتها في الصاله خلص. في المقلط في الهاوس يوم الاحد يوم الاحد لا لا خلني اعيد والله اخر اعاده يقول لك ايش قلت انت القصيده نهايتها ما ودك تجين ما ودك تجي تجي نزيد التشفيره توضحت هذه ما عاد ورا التريلات صارت قدام التريلات وواضحه انصدمت من التريلات انت لا توضح زياده ما لها داعي ما انصدمت التريلات داير شو تقول يا زول اسمع يقول اسلم يا كمل والله والله هذه قصيده تعجبني من ابو مسفر يقول يا بيه يا استاذ يا كينج لا طويله تكفى والله اي والله خلنا نشوف شوف يا بيه بقول بس اربع ابيات من عجبتني والله يقول يا بيه يا استاذ يا كينج يا كبير يلي تحل كل الامور الصعيبه صحيح. يا برنس يا دكتور يا عذب يا امير اللي ذبحني في الهوى كيف اجيبه ما جاتنا فرصه ولا جت مسايير والحظ عيا لا يخدمني بطيبه تعبت راسي من كثر التفاكير وتعبت اعيش ايام عمري بخيبه مره اقول بعكس سلم المناعير ووصله لو دونه كتيبة ووصله لو دونه كتيبة كتيبة واقضي معاه الوقت ويصير
ما يصير، واللي مثلنا ما لحق فيه ريبه. ريبه قلنا اربع ابيات، ما قلنا اربع صفحات. خلاص خلاص هات نقرا يا حبيبي، خلنا نقرا. هات خلنا نقرا، خلنا حلي مع نحفظ القصايد عن ابو يحيى. هات خلنا نقرا، ما نحفظ قصايد. ايوه تعال اللي بعد المخده. طيب. تحت المخده يقول تبغى قصيده ولا نكتب؟ ها هذا السلوب يبغى لا بما اني جبت من الاسلوب. وين الاسلوب؟ كي نظامكم انتم؟ بقول مقنع ترى، علمك انك مقنع في الاسلوب. للسعد الدوسري طيبه قلبي. غريبه سعد الدوسري انه خلى كتابه هنا. ما خلانا خذيته والله. والله؟ ما خلانا، اطفال لعبوا فيه. خلني اقول قصيده. ما عاد في الا شوف اسمع السالفه عشان بعدك اعلمك ايش تقرا. اقرا. ما عاد الا الفهرس. قال الشباب لا لا اصبر. اقول هذه. يقول يا بيه. يلا يا استاذ يا كينج. شو عنوان القصيده يا صالح؟ هات رقمك. صور 5-3 8-3. لا 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 غلط 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 غلط. والله ما انصحك برقص. اي والله قصيده والله يا محمد. اي والله ادري. صدق كان عند الناظر عشان ما يعرف. اي والله عشان صدق. مدري كم. طيب تقول انك لا الكبرياء احيانا اقول اقرب بسرعه ولا تكتب خل الكبرياء خل. هذه ما اشوف مصفوطه هذه ايش فيه؟ تدري قد ايه؟ مش... ايش عنوان القصيده عشان اعلمك ليه مصفوط؟ لا مصفوطه لكن احد يقول ترى العيال كذا يمشي أذكر... يعني هذه يعني يبغى اقولها اكيد مو مسفر كتابه صفطت في ظني 30 قصيده تبغى تقولها بغيت اقولها ما الحين ما قد قلت شيء معها قلت يعني يقول ما والله قصور فيها اشهد الله لكن يا انا اسمع لك تقطع بالسوالف ما اعرف وين حل عنا ما عليه تزل الكلمه والله لكن يقول هذا في تفسير صادق لا والله ما قصور فيها اشهد الله انه شاعر مصر في ذمتي ذمه لكن اقصد في ناس الشباب قد طلبوا بعد القصائد صدقت 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 ايه يقول لا طبعا البشر اتوقع انه يعني هذا القصيد يقول غني نفس غني نفس يقول صحيح فقري مال لكن غني نفس غني نفس اموت قبل اقول يا فلان عطني عطني الله الله خلص احد ثاني لا باقي فيه اشياء ثانيه لا تشتكي ترى كذا والله اللي يطيع عليه يعني لا تشتكي ما احد ايوه يقول هذا حلو الله فخر بيني وبينك كذا باقي قوي ترى اوكي ابدا يقول لا لا نهجت على الجرح يقول لا تشتكي محد على جرحك بحاس لا لصاحبك تشكي ولا لقريب يغنيك رب الناس عن كل هالناس اذا دعيت بقلب صافي وطيب وطيب وطيب, وطيب. اذا دعيت بقلب صافي وطيب ايش في قلب صافي طيب ولا للقريب من قربه يا ابو مسلم على هذا على يا تقول يا القريب اجل هذه أيه. يلا نعيد يقول لا تشتكي محد على جرحك بحاس حاس لا صاحبك تشكي ولا للقريب القريب يا اخي يغنيك رب الناس انا للقريب انا للقريب لا تشكي محد على جرحك بحاس لا صاحبك تشكي ولا للقريب يغنيك رب الناس عن كل هالناس اذا دعيت بقلب صافي وطيب ايوه ايوه سلام سلم الصفحه سلمه السلام سلام علي هذه قال هذا لا بصمته لا قول قصيد في خاط لا اسمع ايه لا لا حسوات توت ترى الموت زين حلو انك حطيت قصيد المركز الاول يقول ما هي لنا تسكيرة الباب يا اخي يا اخي لي شايب من قبل ما صك بابه بابه تدري به الديره ويحكي به الحي حي اللي حضر ولا اللي حضر ولا ايش نعيد من جديد يا شباب ما هي لنا تسكيره الباب يا اخي يا اخي واللي شايب من قبل ما صك بابه بابه تدري به الديره ويحكي به الحي اللي حضر ولا بحزه غيابه اللي حضر شفتوا لها نور وضي واللي تغيب خيمه بالكابه حنا بدونه ما نساوي ولا شيء الله يطول عمره
حضرة جنابة الله يطول واللي عمر حضرة جنابة الله يطول. أنا سولفت معلش ادعي له الله يطول عمره. حنا بدونه ما نسوى ولا شيء. الله يطول عمر حضرة جنابة واللي بيسوي مثله ما بيتعب شوي يصبر ويحسب عند ربي. عند ربي ايش؟ واللي بيسوي مثله بيتعب. شباب بغي قصيدة. واللي بيسوي مثله بيتعب شوي يصبر ويحسب عند ربي حسابه. لا يقول انا ذيب ولا تقصر يدي المرجلة تكود بعض الذيابة تكود بعض الذياب ويصير مثل اللي يدور على الفي يقسم الباقي قصيدة ثانية. ويصير مثل اللي يدور على الفي يكفى ويعفى من علوم الذرابة. قضى حياته كلها في رضا. لا والله خلاص ما أتكلم جدا. قضى حياته كلها في رضا كذا جد. إيه خسارة والله باقي شبابه. لا فعل يجمل ولا هذي ولا ذي. إن عاش ولا مات محد درابة. لا بغيته يا أبو. لا هذه مصفوطة. لا بس إنه يعني كويس. اترك اللي لا بغيته صد منك. اترك اللي لا بغيته صد منك. رمة ما ينفع سبع المذاهب. وامسك اللي لا هزمته قال عنك ابشر كل ما تبغيه زاهب يا ابو محمد. ابشر والله باللي تبغاه يا ابو يحيى. الله انك واقف. ابشر والله باللي تبغاه يبغى يجلس لك وحده. ما يحقد يعرف محمد. ما يحقد. يقول عبد الله يلي ما تسوى عند العرب ريال. كذا مكتوب. لا تقول ابو مسفر كلام ما يقوله وانا اعرفه. انا اقوله لك ما قلت ابو مسفر. لا طب سك كتاب. عبد الله يلي ما تسوى عند العرب ولا ريال. سك كتاب يا ابو محمد. صب لك وصب لي وجيب لي الفنجان. تفضل يا ابو. والله في شاهي. ذكرتك يعني بقصيدة. ما انصحك صب شاي. لا بس اني مدري حار. ما انصحك مو حار بس اني مر. والله كل من فين صبيت. الله العظيم. والله على كسر اكثر يا ابليس. يا ابليس نظر ترى والله يمكن حالي مره ترى لاني تحمست والله زودت والله اللذعه. يا خلاص ما عاد ابغى عشان حالي مره. اعطيتك مخرج عشان اصبر. يا الله في واحد مر في واحد يا الله انت تسعد. اي والله غلي الله تسعد. بغيت تجي واحده ثانيه. يا الله هذا صبري معك. فين صبيت انت قبل شوي؟ من هذا. صب من هذا الحين. صدق والله؟ اي والله اني صبيت من هذا. اسمع قصيده هذه الرب. يقول شفت مليان صب لي. اسمع قصيده هذه الرب. يقول يا جعل من هو لامني فيك للموت يا اجزى الهديه من كريم العطايا تعال ابي اذوق من ايوه ممتاز الحين التوت لعلي ينسى من عنايا. هذه التوت لعل ابو مسفر ما يسمع كذا الحين. اي والله خلاص والله راحت مشفره والله ما دريت ما ركزت على التوت. خلاص بس وش اسمه ويشوفها اللي يشوفها. اقول اصوم لكن منك ما اقدر اصوم. الله يسعدك. ايش في شيء ايوه كلم اصب. ايش فيها؟ ابغى اخذ كم ايش فيها؟ شوف هذه. والله اصبر لا شو البيت الثاني. خلنا نكمل. جزا الله الكتاب. جيك انت اذكرك بشيء الحين. يقول اصوم لكن منك ما اقدر اصوم. الله يسعدك. من صوتك المذبوح ما فيني صبر. الله هذا مناسب لك رقم عليك يا ابو محمد. الله يسعدك. الله يسعدك والله بصوتي المبحوح يا ابو يحيى. الله يسعدك. الله يبشرك بالجنه ان شاء الله. ما يدش ان شاء الله زواج الا انت. دش زواجي ما قاعد انا خلص وانت داش يقول والله. ايش يسوي بالضبط؟ يكتب كتاب ولا ايش؟ انت تسجيل دخول ايش فيك؟ ادخل مع بوابه خفيه. والله يا ابو الزواج جبس ولا بدون؟ ها؟ جواز هو الزواج. زواج اقصد تكشين الجبس. تسوي نفسي ما سمعت. تسوي نفسي ما سمعت. خلى على الجواز. اسمعني مالك مال البحرين يا ابو محمد. دورك يا ابو عابد. يقول غيرتي عليك تقتلني ألف مره مره مره. تمنيت كثيرا ان طلعت خاطره ما طلعت قصيده. يلا خليني اقول لك مره تستاهل. تمنيت كثيرا ان اخبئك في قلبي
اخبؤك 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 اخبطك واعمي عينيك. انت بتضارب انت ولا تبغى عني؟ عن من حولك لا ترى امامك سواي. لا تحدث احد غيري ولا تحدث احد الغير غيرون غيرون اخبؤك في قلبي. اصبر الضحك جاي ياسر. ولا تحدث احدا غيري. جتنا اعاقه في القراءه ولا تعرف. باختصار متحمس. لا باختصار باختصار اود ان اكون ياء التملك كبير. لا تزعجني مني. لا تزعجني. لا تزعجني. هذا واحد يسولف. لا تزعجني. لا تزعجني. خلني ارقد يا اخي. فهذا الشعور لا ياتي الا من حب صادق. صح صح. ولانني احبك بصدق بصادق اود ان اتملكك. قبلت الزواج؟ تبغى نتزوج ولا ايش؟ في الاخير معلش. يسمعك ابو مسفر. ابو مسفر يا الله يا رب انه ما يتابع صباح. ايوه مع ان اكثر وقت صاحي فيه الصباح. اسم القصيده من باب التملك. كم من كتاب واضح العنوان. ايوه كتاب واضح. والله كان يعني ابو مسفر كان انا احسبها من باب تمليك. لا تمليك. كان وده ابو مسفر ينزله. والله ينزل كتابه في السوق. يقول لك مورة تريلات امتية ابعد قام لكم مورة تريلات. حلو. ولا قصور في بعاء لكم كلكم يا ايام مورة تريلات. اسلم. قول سؤال وابغى اجابته منك بالذات. بالذات. لا وشلون اغير حياتي يا حياتي. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. زان الله يكرمك. صيح اللي في الهواء ما بعد طاح. طاح. خذها من مجرب ولا تقول لي ليش. ليش. العب على الحبلين وتعيش مرتاح. طاح. اللي يحب بصدق ما يقدر يعيش. شقيت وجه اخوي. اخوي ما يقدر يعيش. طيب وش ذنبي انا؟ وش ذنبي؟ ترك من اللي شفها. اسفك بالله. والله اني والله معلش طشت مع العيش. طشت ودي انام وانا مرتاح. دخل العيش. كان حزي الله على اللي بلاني. شق برطمي وخلاها مفتاح. اسمع القصيدة هذه. طيب قوم اكل القصيدة. يقول انتظرتك حتى مل الصبر مني مني ما بقى لي حاجة منك انتظرها. طاحت دموعي وانا جالس.